طيب معنا فيديو نبص عليه برضه. يلا موتني ضحك يومتها خالد. الغريب ان انت عادي جدا وخالد هو اللي كان متضايق. اه ما حبش يشوف مامته حامش جدا. اه يعني اول مره انا بشوفه بالوضع ده. دلوقتي اتغير مش حاله بس انا فاجئني يعني بصراحه اتفاجئت لما عامل هيك اتفاجئت. والكل الموجودين عندي في البيت يعني كان اي دون نو يمكن عيد ميلاد ولا مناسبه حلوه فجيهان قررت ترقص مع صاحبتها فاجا شال مامته. يعني الغريب ان الجيل ده هو المفروض اللي يبقى يعني لا بس هو مش كده على فكره غار يعني عليها. يمكن هو يمكن الطريقه اللي دخل فيها وشال مامته انا دوبني والله العظيم دوبت يعني شفته بعدين هو حس حاله انه يعني يمكن ما كان لازم يعمل هيك. بس انت دوبت عشان حسيت ان هو كبر وبقى راجل. اه حبيت الرجوليه اللي عنده لكن مش على موضوع انه حد عم يرقص يعني اوكي حبيت انه عنده موقف. وبعدين هو واخذ نفسه يعني هو عارف انه مامته مش عم تعمل شيء غلط معها جوزها ومعها اختها طبعا وفي البيت وكلهم قرايب كلنا قرايب هنا فطلعت فيه روح طلع عفوي وطلع الماسكلين هيدي اللي عنده